بلسم صحتك بيدك. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن سلامة الكبد مع ضيفنا الدكتور عزام قياسة، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد في دبي. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. دكتور عزام، السلام عليكم. حياك الله دكتور بسام، تحياتي إليك للطاقم الطاقم الوظيفي اللي عندك والمخرج ولكل المستمعين. يا مرحبا. نسمع كثيرا دكتور عن إزالة السمية، برامج لإزالة السمية، فبالبداية قبل ما نتكلم عن إزالة السمية خلينا نوضح ما هي العوامل، ما هي المواد، ما هي عوامل الخطر التي تؤدي لحدوث السمية في الكبد أو تؤثر على وظيفة الكبد، هذا المصنع الحيوي الذي يعمل طيلة 24 ساعة على مدار الساعة دكتور. شكرا دكتور سام. الحقيقة بالبداية بحب أنه وجه للسادة المستمعين أنه الكبد خلقه الله تعالى فيها القدرة على الإصلاح والترميم والتجديد، وهذا التصميم الإلهي الرائع المدهش في الكبد يعطينا أمل دائم في تجديد الكبد، في عندما نجدد الكبد إذا أصابه مكروه معناته نجدد الكبد لنتمتع بالصحة المستدامة ونتمتع بالشفاء التام. نعم. وحتى يعود الكبد إلى هذا الكبد الرائع مثل ما ذكرت إلى عمله بشكل طبيعي. الكبد هو المصفاة لكل ما نتناوله سواء عن طريق الفم أو عن طريق الوريد أو عن طريق التنفس، لذلك يجب أن نقوم بأخذ الاهتمام والرعاية وأن نحب الكبد حتى يحبنا الكبد ويقوم بخدمتنا على أكمل وجه. أهم شيء أنه يجب أن لا نتناول أي دواء بدون استشارة الطبيب، أي مهم، لأنه أي دواء بدون استشارة الطبيب ممكن أن يؤدي إلى التهاب كبد دوائي. حتى إذا كان دواء بسيط، حتى إذا كان مضاد حيوي، لذلك مسكن الألم ممكن يؤدي إلى التهاب كبد دوائي. نعم، كثير من الأدوية المسكنة للألام اللي بنستهلكها بكميات كبيرة يوميا دكتور عزام تؤذي الكبد حقيقة طبعا إذا كان الشخص يتناولها بجرعات وأيضا لفترة زمنية طويلة وبدون استشارة الطبيب. هذا طبعا مهم جدا. نعم. هذا مهم جدا. الشيء الثاني التدخين، التدخين ضار بالكبد. الأعشاب، الأعشاب الغير طبيعية المصنعة التي تؤخذ بدون استشارة أخصائي الكبد ضارة بالكبد. المأكولات الحافظة التي تحتوي على الإي مثل ما تعرف أنتم دائما بتذكروا فيها، وأخصائيين التغذية سواء من النساء أو الرجال بتذكروا فيها أنه دائما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار لكل مادة حافظة، لأن هناك مواد حافظة كثيرة للمشروبات ولأي شيء نتناوله يمكن أن تؤدي إلى التأثير على الكبد وتؤدي إلى سرطان الكبد. هي المختصر المفيد يعني البداية. نعم. لحتى نشجع السادة المستمعين أن يشاركونا، لأن يعني أحب يكون تفاعل الحلقة تفاعلية. نعم. أكثر من القائل. طيب. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. وأيضا نرحب بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. موضوعنا عن سلامة الكبد، وضيفنا الدكتور عزام قياسة، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد في دبي. طيب أيمن في الإخراج يسألك ماذا عن السكر اللي بنستهلكه بكميات كبيرة دكتور؟ حلو حلو أخ أيمن. شوف السكر أكبر مضر للجسم، أكبر مضر للكبد، لأنه السكر عندما يصل إلى الكبد ممكن أن يتحول إلى دهن داخل الكبد، ممكن أن يتحول إلى شحم داخل الكبد، ممكن أن يتحول إلى كوليسترول داخل الكبد. لذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه السكر الذي نتناوله هو سكر مصنع وليس سكر طبيعي. نعم.
لذلك يجب أن أخذ في الاعتبار. أنا مفضل أنه تأخذ السكر يعني مثلا إذا بدك تحلي الشاي، أنا أفضل حلي الشاي عن طريق الرطب، يعني ممكن تحط رطب قلب الشاي بتحلى وهذا سكر طبيعي وغير مصنع. نعم يعني أي شيء طبيعي طبعا هو أفضل أكيد. وللأسف يعني ما يحدث يوميا أننا نرهق الكبد وأيضا بقية أعضاء الجسم بالأطعمة والمشروبات التي نتناولها، ودائما نقول أنه صحتنا بأيدينا، لكن للأسف ما يحدث هو العكس، يعني نمط حياتنا. نعم دكتور، بس أنا بحب ضيف أنه الحقيقة المقولة اللي تقول كما أسلفت سابقا وذكرت حاليا صحتنا بأيدينا. هناك مقولة تقول، مقولة عربية قديمة، نحن ماذا نأكل، أنت ما تأكل يعني أنت ما تأكل أو we are what we eat. أنت ما تأكل يعني معناته إذا أنت أكلت طعام غير جيد معناته يجب يؤدي إلى أنه لا سمح الله يرهق الكبد ويرهق الجسم بشكل زيادة ساعة. الوزن والبدانة أيضا دكتور، وبالإضافة أنه أن في العضويات المجهرية المعوية الموجودة اللي تقدر بعددها بالتريليونات موجودة بالجهاز الهضمي وخصوصا بالكولون، كمان إذا لم نعتني بها عناية جيدة عن طريق الطعام والشراب تؤدي إلى إرهاق الكبد. نعم تفضل. رسالة من الأخ طلال يقول، ما هي الأمراض التي تسبب تليف الكبد؟ حلو. دائما تليف الكبد هو ليس مرض، ولا يأتي عن طريق أمراض متعددة. المرض يصيب الكبد يؤدي إلى التهاب الكبد يؤدي إلى التهاب كبد حاد ومن ثم التهاب كبد مزمن، والتهاب الكبد المزمن يتحول إلى التليف، وبالتالي التليف يتحول إلى التشمع، والتشمع ممكن جزء منه يتحول إلى سرطان الكبد. هذه الثلاثية من الالتهاب إلى التليف والتشمع إلى السرطان يجب أن نأخذ بعين الاعتبار. إذا نحن عندنا مثل ما تفضلت الوقاية، درهم وقاية خير من قنطار علاج. نحن وقت نأخذ بعين الاعتبار أنه عدم أخذ الأدوية بدون استشارة طبية يؤدي إلى التهاب كبد دوائي، وبالتالي يؤدي إلى تليف كبدي. إذا التدخين يؤدي إلى إصابة الكبد. الناس اللي عندهم سكر، هلا معظم الناس عنده سكر، يعني حوالي 25% من مجتمعنا عنده الداء السكري، سواء من النموذج الأول أو النموذج الثاني. أو النموذج الثالث. دائما الداء السكري نسبة كبيرة من المصابين بالداء السكري سواء عندهم زيادة وزن أو عندهم وزن طبيعي، نلاحظ أنهم مصابين بداء تشحم الكبد اللاكحولي اللي يسمى بالنصل non-alcoholic fatty liver disease. داء تشحم الكبد اللاكحولي سابقا يقال له أنه هذا مرض سليم، ولكن الأبحاث الجديدة أثبتت أنه داء تشحم الكبد اللاكحولي المضاف إليه التهاب كبدي تشحمي يؤدي إلى تليف الكبد وإلى تشمع الكبد، وبالتالي يؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد. معظم الناس المصابين بداء تشحم الكبد اللاكحولي يكتشفوا مؤخرا أو بطريقة أو بمرحلة متأخرة، وبالتالي ممكن أن يؤدي داء تشحم الكبد اللاكحولي، لا هو عن طريق الفيروس ولا هو عن طريق أي أدوية، هو فقط عن طريق أنه زيادة الخلايا الدهنية في داخل الكبد يؤدي إلى تصور الكبد، وبالتالي يؤدي إلى نحتاج إلى زرع الكبد. نعم هاي في المراحل طبعا المتأخرة، لذلك نركز دائما على الوقاية بشكل أساسي، أيضا على الكشف الباكر. وطبعا السؤال، هناك أيضا رسالة تقول، دكتور ماذا بالنسبة للسكر الأسمر، هل هو ضار؟ أنا ما أفهم لا سكر أسمر ولا سكر الأبيض، لأن اثنينهم سكر صناعي. دائما طبعا المواد الغذائية الطبيعية غير المكررة غير المصنعة هي الأفضل. معظم أمراضنا للأسف يعني ازدادت بسبب نمط الحياة، بسبب نمط التغذية، بسبب أيضا اعتمادنا على الكثير من الأغذية المصنعة والمحفوظة وغير ذلك. ونتمنى دائما أكيد لكن قلة الحركة والتدخين وزيادة الوزن نتحرك الحركة هي 30-30 اللي صارت مبادرة السلام مبادرة حمدان محمد. الحقيقة لازم نتحرك ولو يوميا 30 دقيقة، تعطينا مناعة، تعطينا حركة للكبد، تعطينا حركة للجهاز الهضمي، وبالتالي تعطينا الصحة والسعادة
وجمال بالكذب. مثل ما تعرف دكتور رسام انه هلا الكل سواء النساء اكثر من الرجال انه نحتاج الى جمال البشره. جمال البشره ينعكس، اذا هناك جمال في الكذب ينعكس جمالا في البشره. لذلك يجب ان نعتني بصحه وسعاده وجمال الكذب حتى نتمتع ببشره جميله ونضره وصحيه. طيب سنتكلم عن الأعراض، عن أيضا المظاهر السريرية لأمراض الكبد التي يجب أن تلفت نظرنا ونراجع الطبيب بعد الفاصل مع ضيفنا الدكتور عزام قياسة اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد. في دكتور عزام، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور بسام. عدد من الأسئلة نحاول نجاوب عليها. هل الإكثار من الشاي والقهوة يضر أو يضران بالكبد؟ حلو السؤال. دائما هلا الدراسات الحديثه تدل انه فنجان او فنجانين من القهوه هن ينشطون الكبد، ولكن في دراسات انه تمنع من اصابه بسرطان الكبد. لذلك انا مع الاقلال وليس الاكثار، يعني فنجان او فنجانين في اليوم كافي يعطينا مناعه ويعطينا عدم ارهاق الكبد. نعم. نعم. رسالة أخرى تقول: دكتور، زوجي عمره 28 سنة ولديه دهون على الكبد تم اكتشافها صدفة خلال الفحوصات الروتينية، هل من ضرر؟ كويس، حلو السؤال. دائما وقالت أن زوجها مصاب بدهون على الكبد، هذا بدل أنه دهون داخل الكبد. إذا كان زوجها من النوع الذي لا يتناول الكحول، معناته عنده داء تشحم الكبد اللاكحولي. داء تشحم الكبد اللاكحولي يجب أن نحدد بأي مرحلة هو، بأي مرحلة من الإصابة هو، هي مرحلة بدئية ولا مرحلة متقدمة. لذلك لا بد من مراجعة أخصائي الكبد والاعتماد على الثلاثية من القصة السريرية الدقيقة إلى الفحص السرير الدقيق، وبالتالي الفحوص المتممة النوعية للكبد. أنا ما بعرف شو اللي الفحوص المتممة النوعية للكبد اللي زوجة أجراها، إذا في إمكانية تبعث لنا إياها عن طريق نتواصل عن طريق الواتساب 052. نعم حاضر. نعم 0562-929-997 لمن يرغب بإرسال أي تقرير أو أي استفسار خاص أو أي حالة خاصة على 052-629-997. رسالة أخرى تقول: والدتي العمر 80 سنة تشتكي من حموض ضف المعدة بشكل كبير وتستخدم باستمرار أعتقد أحد الأضواء المضادة للحموضة ورفضة تعمل منظار، هل يؤثر هذا على الكبد وماذا تنصحنا؟ حلو. من تزول نعم. يفضل يعني سواء دائما الصاهر أو الحموضة أو داء الارتجاع المعدي المرئي أو الهارت بين، هذا معناته عند اضطراب بالحركية من المعدة إلى المريء. تتحسن على الأدوية المصدقة لإفراز الحمض، ولكن أنا بنصح أنه دائماً أنه لازم تجري التفخيص عن طريق المنظار، والمنظار صار سهل جداً وما في منه أي مشاكل. عادةً الأدوية التي تثبت إفراز الحمض أو تثبت مضخة إفراز الحمض في المعدة لا تؤدي إلى أمراض الكبد، ولكن تؤدي إلى أمراض في الكولون نتيجة أنه التأثير على العضويات المجهرية المعوية. لذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه الفحوص المتممة النوعية بالكبد تعطينا ما هي قدرة الكبد بالوالدة الكريمة على إزالة السموم، لأنه أي دواء مهما كان له فائدة له سمية. نعم. الدواء يذهب إلى الكبد والكبد يقوم على إزالة السمية، وهناك دائما في الكبد حد أقصى للقدرة على إزالة السمية وحد أدنى للقدرة على إزالة السمية. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن دراسة الكبد لأي مريض مهم جدا قبل تناول أي دواء بشكل مزمن. نعم. أيضا رسالة تقول: يا ريت تكلمونا عن متلازمة جيلبرت دكتور. طبعا هي متلازمة وراثية. نعم. حلو. طبعا متلازمة جيلبرت هي أنه في جزء من الفيزيولوجيا الاستقلابية للبيلروبين بتكون ضعيفة، لذلك هناك ارتفاع بسيط في البيلروبين، وهذا لا يشكل أي ضرر ما دامت لا تأخذ الأدوية التي تؤدي إلى إصابة الكبد. وهناك في لستة من الأدوية يجب أن تعطى عن طريق الطبيب الأخصائي للكبد لهذا المريض المصاب بالجيلبرت أو جيلبرت سيندروم. طبعا جيلبرت سيندروم عندنا كذا أنواع،
لذا هو هي متلازمة وراثية بسيطة سليمة لا تؤدي إلى أي مشاكل لا يحمد عقبها. طيب الأعراض والمظاهر السريرية دكتور التي يجب أن تلفت نظرنا فيما يتعلق بأمراض واضطرابات الكبد المختلفة ما هي؟ حلو. دكتور بسام، الحقيقة أي مرض كبدي هو مرض جهاز، يعني لا يتعدى الكبد إلى كل أشد الجسم. مثلا ممكن أن يؤدي إلى داء السكري يكون سببه كبدي، ممكن يؤدي إلى مسمية التنازل الاستقلابي يكون الميتابوليك سيندروم ارتفاع الضغط ارتفاع الكوليسترول يمكن يكون سببه كبدي. لذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار لا يوجد هناك أعراض خاصة للكبد في المرحلة الأولى من إصابة الكبدية. نعم. عندما يتضخم الكبد هناك آلام في أعلى البطن الأيمن عند موقع الكبد، عندما يتضخم الكبد يصير في انسداد داخل الكبد أو خارج الكبد هناك الأبصار أو اليرقان أو اصفرار الأنسجة المحاطية والأنسجة العينين، هناك عندما يكون هناك انسداد أو اضطراب باستقلاب البيلروبين هناك في تلون بالبول والبول يصبح غامق والخروج أو البراز يصبح فاتح. لذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه أي مرض بالكبد هو مرض جهازي، ممكن يأتي بصداع، ممكن يأتي بغثيان، ممكن يأتي بإقياء متكررة، إعياء أو فتيك، نقص ببعض الفيتامينز، نقص ببعض المينيرالز. معناته هو مرض جهازي يعطينا أعراض جهازية وليس أعراض نوعية لمرض كبدي موضع. نعم. طيب من بين هذه الأعراض والمظاهر السريرية دكتور، وأعتقد يعني ربما مثلا كثير من الأشخاص يعانون من مثل هذه الأعراض والمظاهر ويهملونها، التعب العام، اضطراب الشهية على سبيل المثال، الآلام في العضلات، يعني مثل هذه الأعراض يجب ألا أتركها دكتور؟ يجب أن نأخذ باعتبار ونأخذ رأي الطبيب. طبعا قد يكون الطبيب ليس أخصائي للكبد، ولكن يجب أن ينتبه أن هناك في اضطراب لوظائف الكبد. إذا كان هناك اضطراب لوظائف الكبد، لذلك يجب أن يحول من الطبيب العام أو الطبيب أو أخصائي أمراض بطنية إلى الطبيب أخصائي أمراض الكبد، لأنه تعتبر هي مثل شو نسميها الإجراء أو التدبير متعدد التخصصات، ولا يمنع أن الطبيب المسؤول سواء كان أخصائي أو غير أخصائي يأخذ آراء تانية، ومن ثم يجب أن يرجع المريض إلى الطبيب الذي يثق فيه ويعطي من وقته، لأنه مهم جدا دكتور بسام أنت دائما بتقول عليها بتأكدوا عليها أنه يجب على الطبيب أن يعطي المريض وقته، لهذا من حق من حق المريض أو من حق الزائر لأي عيادة طبية. لأنه أعطاء الوقت المناسب يعطينا كثير دفعة لرسم خارطة الطريق سواء بالتشخيص أو بالعلاج. نعم طبعا هذا الأمر حقيقة نركز عليه لأنه مهم جدا، وهذا ما تعلمناه بأن القصة المرضية المفصلة، نقول القصة المرضية المفصلة التي تؤخذ من قبل الطبيب وليس من قبل الممرضة أو الممرض. يعني أنا الممرضة إلى دور دكتور، أنا طبعا كلامي واضح دكتور، يعني هو يعني ما يحدث دكتور، ما يحدث في بعض الأحيان، لن أقول في كثير من الأحيان، ما يحدث في بعض الأحيان بأن يعني الطبيب بسبب انشغاله، وهذا لا يجوز، يعني هذا لا يجوز، الطبيب لديه مريض، لا يجوز ألا أن يأخذ المريض حقه في موضوع الوقت، وأيضا حقه في التشخيص وحقه في الاستماع أن يستمع له الطبيب. الممرضة يمكن أن تقوم بإجراء الفحص على سبيل المثال، ولكن أنا كطبيب، أنا طبعا أتكلم بشكل شخصي حاليا، أنا كطبيب لن أثق إلا إذا قمت أنا بنفسي بقياس ضغط دم المريض والاستماع إلى لنفترض، أو قمت ببعض الأمور الأخرى، وأيضا أن أخذ يعني التفاصيل كاملة. نعم القصة السريرية، يعني وقت بيجي المريض بيسلم عليك تحكي معه، كمان من طبيعة السلام عليه والسلام عليك الحكي شلون بيحكي، النظر، الإيدين شلون ملمسة، يعني في كثير شغلات، وجهه إذا في أي شغلات معينة جلدية يبدل أنه في عنده إصابة معينة، يجب أن نتجه يعني مثلا إذا هو من منطقة معينة في بلد معين يكثر فيها الإصابة بجرثوم معين،
معناتها لازم نعرف انه يجب ان ناخذ بعين الاعتبار عقابيل الاصابه بهذا البكتيريا او بهذا الفيروس او بهذا الطفيل. ورغم اهميه طبعا التقنيات الحديثه واهميه السجل الالكتروني، لكن اعتقد ايضا هذا السجل الالكتروني قد اخذ وقتا من الطبيب على حساب المريض، فالطبيب امام شاشه الكمبيوتر يقوم بتعبئه البيانات على سبيل المثال، بينما يجب ان ينتبه الى المريض وايضا الى مثل ما ذكرنا يعني الى عين المريض، الى ايضا شكل المريض بشكل عام واثناء الحديث معه نتكلم. الحقيقه دكتور وسام انا المريضه هي اللي بتقوم بالدوره بالكمبيوتر. انا لا اتكلم بشكل شخصي دكتور، انا اتكلم بشكل عام. انا دائما مشجع ان المريضه هي اللي تقوم او سكرتيره اي واحد. مثل ما تعرف الاسبوع الماضي كان في قمه المعرفه في دبي، وكان في الارتفيشال، تاكيد على الارتفيشال انتليجنس. وهذا لا يذهب او لا يلغي دور الانسان. هلا رئيس الوزراء الأردني أكد على أنسنة التقنية الحديثة، لذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التقنية الحديثة جاءت لتساعد الطبيب وليس لتلغي دور الطبيب، لأن دور الطبيب دور إنساني في تفاعل بين إنسان وإنسان. التقنية الحديثة هي تقنية متممة تعطينا غوص في أغوار التشخيص، وبالتالي ممكن أن تعطينا غوص في أغوار العلاج، وهو العلاج الشخصي لكل إنسان يختلف من إنسان إلى آخر، وهذا هو الحقيقة طب المستقبل. نعم، دائما يعني مهنة الطب هي مهنة إنسانية نبيلة، ولذلك نركز دائما على الجانب الإنساني، لأنه طبعا حتى معظم أمراضنا، قسم كبير من أمراضنا قد تكون لأسباب يعني تتعلق بنمط حياتنا، أسباب نفسية أيضا سبب معين، فالطبيب هو الذي يقوم باكتشاف هذا الأمر من خلال القصة المرضية وليس من خلال التقنيات. تقنيات مهمة أكيد، ولكن لا يمكن أن نلغي دور الطبيب كإنسان، وأيضا أن ننظر إلى المريض أيضا كإنسان. كل الشكر للدكتور عزام قياسة، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد في دبي. دكتور عزام شكرا جزيلا لهذه المعلومات. شكرا جزيلا وصحتكم سعادتكم.